مراسلنا من كييف عامر العروقي لينضم إلينا، وسأبدأ معك عامر أو تحول إليك عامر فيما يتعلق بآخر رصد لسفارات الإنذار على مستوى كييف وعلى مناطق أو مدن أوكرانية أخرى، ماذا في المتابعة عامر؟ نعم، بالفعل إيمان، قبل قليل دوت سفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وفي كل المناطق الواقعة شرقي ووسط أوكرانيا، تداولت بعض وسائل الإعلام عن وجود تهديد حقيقي لطائرات إطلاق استراتيجية تو-22 تحمل صواريخ أسرع من الصوت الفرط صوتية، لكن لحد هذه اللحظة لم تتأكد هذه المعلومات، لكن ما زال الخطر مستمر في العاصمة كييف وفي معظم المناطق الواقعة شرقي ووسط أوكرانيا، ونحن هنا نتحدث عن مناطق لطالما تعرضت للاستهدافات وللقصف على غرار مناطق تشيرنيهف وأيضا تسومي وتشيركاسي وبلطافة وكريميتشوك وأيضا المناطق الشرقية التي ما زالت المعارك مستمرة بها، كذلك أيضا المناطق الواقعة جنوبي البلاد على غرار خرسون وميكولايف، خاصة وأن الجيش الروسي ووفقا لحاكم منطقة خرسون التابع للإدارة الأوكرانية قال بأن الجيش الروسي منذ صباح اليوم يكثف من هجماته الصاروخية على مدينة خرسون وقصف محل تجاري كبير، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح وإصابة 7 آخرين في هذه الاستهدافات الجديدة التي طالت مقاطعة خرسون. ويؤكد الحاكم بأن عادت قبل قليل أيضا في هذه الأثناء أيضا عادت سفارات الإنذار من جديد لتدوي في كل المناطق الأوكرانية في هذه اللحظة. عامر، يعني هناك بعض الإشارات وربما السؤال سيكون في شقين، أنه سفارات الإنذار هذا جزء من الاعتياد اليومي في أوكرانيا، وبالتالي إلى مدى يمكن ربطه بهذه التطورات على مستوى المحاولة في الكرملين؟ نعم، نحن نسمع الآن سفارات الإنذار من أمامك عامر. النقطة الأخرى وهي إلى أي مدى هذا سيؤثر، نعم، على برنامج الرئيس الأوكراني في خرجاته أو تحركاته الخارجية، لأنه هناك انتقادات الآن إلى برلين بالإعلان عن الزيارة المتوقعة للرئيس الأوكراني في الأسبوع المقبل على أساس أنه مخيب للأمل وغير مسؤول. نعم إيمان، فقط سفارات الإنذار اعتاد عليها المواطنين، لكن شاهدنا ورصدنا كثافة بإطلاق سفارات الإنذار خلال الساعات الماضية، خلال أقل من ساعتين دوت سفارات الإنذار ل3 مرات، وهذه المرة الثالثة التي تدوي بها سفارات الإنذار. ربما يرى البعض، ربما يأتي الرد الروسي على هذه الانفجارات التي وقعت في الكريملين مسرعا باستهداف كل الأراضي الأوكرانية. في هذه الأثناء تتداول بعض وسائل الإعلام بأن هنالك خطر حقيقي باستخدام طائرات تو-22 قد تستهدف كل الأراضي الأوكرانية، وهي تحمل صواريخ فرط صوتية تفوق سرعة الصوت، كذلك أيضا لا تمتلك الدفاعات الجوية أي من إمكانياتها لإسقاط مثل هذه الأنواع من الصواريخ، ولطالما طالبت حلفائها الغربيين بتزويدها بأنظمة دفاعات جوية تسقط هذه الصواريخ، صواريخ فرط صوتية. لا زلنا نستمع لافت هنا عامر، ونحن نستمع من الصورة معك، الصوت والصورة بطبيعة الحال، سفارات ووتيرتها المستمرة، لكن حركة الناس أو المدنيين لا تزال عادية إلى حد ما. نعم، اعتاد الأوكرانيون إيمان على سماع مثل هذه الصفارات بشكل يومي، وهنالك بعض التطبيقات على الهواتف النقالة التي تحدد متى وقوع صفارات الإنذار ومتى انتهائها وأين نقاط تمركز المواطنين، لكن بحال سماع صفارات الإنذار يكون هنالك صعوبة في التواصل عبر الهواتف،
ويكون هنالك ايضا بعض صعوبه واغلاق المتروهات واغلاق وسائل التواصل العامه والنقل العام في اوكرانيا. لكن الاوكرانيون بشكل عام اعتادوا على سماع هذه الصفارات، خاصه وانها تنطلق منذ 24 من فبراير شباط عام 2022 حينما بدات الحرب على اوكرانيا. ايمان، أعود معك أو ربما قبل أن أستمر معك عامر، أريد فقط أن ننوه أنه مراسلتنا من موسكو أريج محمد باتت الآن معنا أيضا لأرصد معك آخر تطورات في المواقف. أريج، وربما تطور لافت للبرلمان أو رئيس البرلمان الروسي أو المتحدث بالبرلمان أو السبيكر كما يقال أو رئيسه، قال الآن لا يمكن إجراء مفاوضات مع زيلينسكي وفق هذا التطور، ويطالب بتدمير نظام كييف. أريج، نعم إيمان، هو في آخر المواقف الروسية الرسمية يمكن أن نتحدث عن موقف الرئيس مجلس الدوما أو مجلس النواب الروسي أو الغرفة السفلى للبرلمان الروسي فيتشيسلاف فالودين، حيث يصف ما حدث من محاولة لاغتيال الرئيس الروسي بأنها تهجم على روسيا، ويجب التعامل مع ما حدث ومع هذا الحادث على أنه تعد على البلاد، على أمن البلاد، وهو ما كان متوقعا بطبيعة الحال من قبل المسؤولين الروس والنخبة السياسية في البلاد على خلفية ما جرى. دعا فالودين في معرض ذات التصريحات إلى طبعا عدم التململ وعدم التمهل في استصدار روسيا لردودها وجوابها على ما حدث، وأن يكون جوابا قويا يصنف السلطات الأوكرانية أو النظام في كييف كما تسميه روسيا بأنه نظام إرهابي، وأن رئيس هذا النظام كما يقول فالودين هذا المسؤول الروسي فلاديمير زيلينسكي هو شخصية إرهابية يجب أن تتعامل روسيا معها من هذا المنطلق ولا تدخر على طريق محاربة هذا الإرهاب أو هذه الصفة الإرهابية التي ينتهجها والنهج الإرهابي الذي يسري عليه نظام في كييف كما يقول المسؤول الروسي. لا تدخر أي وسيلة وأي أساليب بحوزة الجانب الروسي. وكانت قد فتحت روسيا طبعا الباب واسعا أمام تكهنات كثيرة عندما قال الكرملين أن ما حدث من محاولة للهجوم واستهداف مقر الرئاسة الروسية، مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، بأن روسيا وعلى خلفية ذلك تترك لنفسها القيام بكل الخطوات التي تراها مناسبة في الوقت والمكان المناسبين. طبعا في معرض كل ذلك أيضا يجب أن نضع تصريحات صدرت عن نواب في مجلس الدوما، وأحدهم نعم ميرونوف أيضا يقول بأن ما حدث يخول لروسيا أن تعلن حربا مباشرة على أوكرانيا وتباشر باختيار الردود التي تراها مناسبة في هذا الإطار أيضا. نعم، إذا شكرا جزيلا لكم أريج محمد مراسلتنا من موسكو، والشكر الموصول أيضا لمراسلنا من كييف عامر العروقي.